بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر أمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى عباد الله هو العليم الحكيم، هو تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا ليبتلينا، لتظهر آثار عزته وآثار غفرانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فتظهر آثار عزته تبارك وتعالى في إضلال من يشاء، وتظهر آثار غفرانه في مغفرته لمن يشاء ورفع درجات من يشاء. وقدر الله تبارك وتعالى وجود الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان في هذه الحياة الدنيا، وقدر أيضا وجود الفساد والمفسدين والكفرة والكافرين، بل وقد يقدر تداول الأيام وتسلط الظالمين لتظهر آثار إرادته تبارك وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. تظهر آثار إرادته في كسر الطغاة العتاة المجرمين وفي المن على المستضعفين الذين حققوا العبودية له تبارك وتعالى. والتمكين ليس غاية، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبودية، ولا يأتي التمكين إلا بعبودية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقد جعل الله ذلك التمكين مشروطا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في الأقوال والأفعال وفي الأحوال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعلى قدر تحقيق هذه العبودية عباد الله يقترب ذلك التمكين وذلك النصر، الذي هو في الحقيقة وسيلة لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لذلك أعظم أحوالك أيها الإنسان أن تكون عبدا، وهذا هو أشرف مقام تصل إليه، وهذا في الحقيقة هو أصل النصر وأصل التمكين، بل وأصل قبل كل ذلك وراثة الأرض والتبوؤ من الجنة. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقد نسير في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ونسير في طريق تغيير الواقع والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالقول والبيان والسيف والسنان، ولكننا قد نغفل عن الأسباب التي ننال بها حق التمكين عند الله تبارك وتعالى. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وحتى من هذه الأسباب قد نغفل عن كثير منها، من التعلق بالله تبارك وتعالى حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بل ذراعيه إلى السماء ليلة بدر: اللهم إنهم عالة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كثيرا قد نتعلق بالشخوص، وقد نتعلق بالأسباب المادية، وفي الحقيقة أنت لن تسير إلى الله إلا بالله،
ولن تصل حتى إلى التمكين والنصر في الأرض إلا بالله تبارك وتعالى. وينبغي عليك ألا تعلق قلبك إلا بالله تبارك وتعالى. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، فقد تكلمت بما فيه سوء الأدب أن أتقدم بين يدي الشيخ الوالد فضيلة الشيخ شريف الهواري، ولكن كنت أريد فقط أن أوطئ لتلك الكلمات النيرات التي سوف تنحدر من فيه إلى أسماعنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم فيه، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما استمعنا في هذه المقدمة الطيبة والتي أشار لنا فيها إلى هذا المعنى العظيم المهم في حياتنا كمسلمين كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأسرها، أنه لا تمكين إلا من خلال طريق العبودية. لن نصل إلى مرحلة التمكين الحقيقي ونقف على أرض ثابتة إلا من خلال تحقيق العبودية. ومعنى في هذه الليلة معنى من أسمى معاني العبودية، ما أحوجنا إليه يضعنا بإذن الله تبارك وتعالى على عتبات العبودية، الحق لله تبارك وتعالى، وبه سنلج إلى نصر وإلى تمكين وإلى عز بإذن الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى ربط قلوبنا بخالقها، نحتاج إلى ربط الأرض بالسماء. أنت كفرد والأسرة التي تنتمي لها، وكذا الرحم، وكذا المجتمع، وكذا الدولة مصر التي نحبها جميعا، الأمة بأسرها، نحتاج جميعا إلى هذا المعنى العظيم. نحتاج إلى أن ننطرح بين يديه سبحانه وتعالى معترفين بفقرنا، بحاجتنا وعوزنا له ولمدده ولتوفيقه سبحانه وتعالى، لنعلن أن لا حول ولا طول ولا طاقة لنا ولا قوة لنا إلا به. الأعداء قد تكالبوا علينا، يمكرون بنا، يكيدون لنا، يضعون في طريقنا العرقيل والعقبات، يفتعلون لنا الأزمات، ونحن على هذه الحالة من الضعف ومن الغفلة ومن الشتات ومن الفرقة، نحتاج إلى أن نرتقي بأنفسنا من خلال ربط قلوبنا بخالقها سبحانه وتعالى، الذي نقر له أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. نحن على يقين أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على نفعنا أو على ضرنا لن تملك ذلك أبدا ولن تصل إليه إلا بما قدر لنا أو علينا. إذن ما أحوجنا إلى تحقيق هذا المعنى الذي هو من أسمى معاني العبودية؟ ما أحوجنا إلى الدعاء، التضرع إليه سبحانه وتعالى. لا شك نأخذ أولا بالأسباب المتاحة المباحة المشروعة، ثم نبذل ما في وسعنا، ثم ندعوه ونتضرع إليه. فالدعاء سلاح بتار، كم حسم الصراع بين الحق والباطل. أنا أقول لكم بوضوح، ما من مواجهة بين الحق والباطل إلا وكان الباطل أقوى، وكان متمكنا، وكان متحكما، وكان أكثر في الأسباب المادية من العتاد والعدد وغير ذلك، وكان أهل الحق على قلة وعلى ضعف في الأسباب المادية، ومع ذلك ما من مواجهة إلا وحسمت بالدعاء.
إلا وحسمت بالدعاء. أقول لكم وبصراحة، كم من دعوة غيرت مجريات الأمور، غيرت واقع الناس، غيرت وجه الأرض. كم من دعوة أزالت أمم وشعوب وارتقت بغيرهم. كم من دعوة مكنت لأناس كانوا يستبعدون التمكين. كم من دعوة فرجت كربة، قضت دين، إلى آخر هذه المعاني. كلنا يحتاج، أقول وأكرر، أنت شخصيا لعلك تشتكي من نفسك، لعلك تشتكي من زوجتك، من أبنائك، من جيرانك، من أرحامك، من زملائك، من أصدقائك، تشتكي من واقع مرير، من مرؤوسيك. لا شك عندك هموم، ديون، أحوال. لا شك أنك تحب مصر وترى ما تعاني وتستشعر ما هي فيه من خطر، وتتمنى لها أن تخرج من عنق الزجاجة، وتتمنى لها أن تقف على قدميها، وتتمنى لها أن تتقدم إلى الأمام. هذا لا شك موجود وحاصل، لكن أن الطريق إليه. أقول لكم، إذا حققنا العبودية حققنا ما نصل إليه من أقصر الطرق وبأقل الإمكانيات المتاحة التي في أيدينا بعد التوكل على الله عز وجل. لماذا نقول هذا؟ لأن السنن أخبرتنا، والقرآن حدثنا، والتاريخ يشهد لذلك. ما انتصر من انتصر ممن ساروا على الطريق قبلنا إلا بالدعاء. ما خرجوا من كل المواقف الحرجة والأزمات الشديدة والفتن الكبيرة إلا بالدعاء. فهذا نوح مكث في قومه 1000 عام إلا 50 عمر الدعوة فقط، ولم يؤمن معه إلا قلة، رواية بتقول 11 13 70 100، أعلى رقم. ومع ذلك لما عجزوا عن إيقافه مكروا به، ومكروا مكرا كبارا، مكر لا يوصف ولا يعني يتخيل. ورأى أن الطريق قد أغلق، وكانت العداوة والبغضاء والسخرية والاستهزاء والتضييق والتنكيل، فكيف حسمت المواجهة؟ حسمها عليه السلام: أني مغلوب فانتصر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فكيف كانت النتيجة؟ ألقوا في مزابل التاريخ ونجا ومن آمن معه. انظر إلى الخليل إبراهيم، ماذا صنع في قوم عباد الأوثان، وكيف قابلوه، ثم كيف توجه إلى عباد الكواكب، وكيف صنعوا معه واجهوه، ثم كيف صنع مع نمرود. قيل تملأوا عليه واتحدوا بفظاظة وبغلظة وبعنف وبوحشية، فما كان منه إلا أن أعلن عن هذا السلاح البتار، أعلن البراءة منهم: أعتزلكم وما تدعون من دون الله. إيش اللي بعدها؟ وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. علم أن هذا السلاح سيفصل بينه وبينهم، وقد كان، فقلنا يا نار كوني بردا وسلام، إلى آخره. انظر إلى موسى وهارون لما أرسل إلى فرعون واشتدت المواجهة، وأرغى فرعون وأزبد وتوعد وتهدد، وكان مكان، وكانت الآيات والمعجزات، وثبت موسى وثبت هارون، وارتعش بنو إسرائيل الذين عاشوا في الرق والعودية والمذلة وأحط الأعمال. فكان مكان لما أغلقت الأجواء تماما في وجه موسى وهارون، دعا موسى ودعا هارون، ولكن طالت المدة واشتد الصراع، وكان مكان، وخرج موسى، خرج هارون معه ببني إسرائيل، وخرج فرعون في إثره، وكان مكان، ونجا موسى وهارون ببني إسرائيل، وأغرق فرعون بمن معه من جنوده، ونجي ببدنه ليكون لمن خلفه آية. في معرض امتنانه تبارك وتعالى على موسى وهارون بعد هذه النجاة العظيمة والغير متخيلة والغير متوقعة، فرعون في 1,000,000 مقاتل، وموسى وهارون مع قلة من بني إسرائيل في خور وضعف ومذلة وانكسار إلى آخره كما تعلمون. إيش قالت الآيات؟ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أي أن هذه النجاة التي نجيناكم بها بهذه المعجزة العظيمة
إنما كانت بسبب تلك الدعوات التي وجهت منكما في بداية الصراع، فحسم ونجي فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في المقدمة كيف لما خرج للقافلة وفلتت القافلة وجاءت قريش بجيشها ولا وجه للمقارنة، 1000 ويزيدون في مقابلة 300 ويزيدون قليلا بسلاح الراكب، وذاك جيش منظم مرتب مسلح، فكانت المواجهة التي لا بد منها. كيف حسمت؟ حسمت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن على طول الطريق ما أحوجنا إلى الدعاء، الهدف الأسمى الأول لنؤكد على ما نحن على يقين به أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لا تبخل الرب الكريم، لا تبخل الرب الكريم، إن الله على كل شيء قدير. ثانيا لنظهر به أسمى معاني العبودية. فالدعاء كما في تعريفه هو الطلب والمسألة، وكما في توضيحه أكثر وأكثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. المشهور عند الناس الدعاء هو إيش؟ مخ العبادة. هذا ضعيف. الصحيح الدعاء هو العبادة. قالوا وإيش وجه المقارنة؟ قالوا لأن العبادة تكون من العبد الفقير لربه تبارك وتعالى القوي القدير سبحانه وتعالى، وكذا الدعاء يكون من العبد الفقير الذي يعلن عن حاجته وعوزه لربه تبارك وتعالى، فيتذلل بين يديه داعيا باكيا يطلب منه سبحانه وتعالى معترفا بضعفه، ولا حول ولا طول ولا قوة له، ولذلك ويتوجه لربه سبحانه وتعالى بكليته لربه تبارك وتعالى. لذلك نقول ما أحوجنا عباد الله إلى التعرف على هذا السلاح. كثير من الناس لا يعرفون هذا السلاح، وبالتالي لا يدخلون استعماله، لأن هذا السلاح لابد أن تتعرف عليه. تعالوا نفكك هذا السلاح، ننظر إليه بعين الاعتبار، كيف يستعمل، الاستعمال الأمثل، كيف يكون أقرب ما يكون من الاستجابة، كيف يعني ننتقي الأهداف ونحسن توجيه الضربات من خلال هذا السلاح حتى تأتي الثمار المرجوة من ورائه. لأن السلاح يا أخواني إذا وضع في يد مرتعشة، في يد شلاء ضعيفة، لا يفيد، لا يسمن ولا يغني من جوع، قد يكون يعني خطر على من يحمله. ولكن إذا وضع في يد تعرف قيمة هذا السلاح، تحسن التعامل مع هذا السلاح، كانت يعني بفضل الله تبارك وتعالى أقرب ما يكون لهدفها بإذن الله عز وجل. ولذلك تعالوا نتعرف على الدعاء، ما هو حكمه، ونتأمل في هذا المعنى له من الأهمية مكان، نتعرف على أدابه، على شروطه التي لا استجابة إلا بها ومن خلالها، كي نحسن استعماله لنا كأفراد وأسر ومجتمعات، ولمصرنا التي نحبها، ولأمتنا التي نشرف بالانتماء لها. أولا اعلم جيدا أن الدعاء واجب عيني يلزمك، يلزمنا معاشر المكلفين أن ندعو الله عز وجل لنعلن عن فقرنا وحاجتنا له سبحانه وتعالى، وعن أنه هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. لماذا أقول ذلك؟ لأن البعض قد يظن الدعاء حسب الظروف، حسب الراحة، يعني إن دعيت دعيت، ما دعيتش ما حدش لي حاجة عندي مثلا، أو حسب يعني المزاج كما يقولون. لا، الدعاء واجب يلزمك، والواجب يثاب فاعله ويعاقب إذا لم تاركه. أما قال تعالى وقال ربكم، أي وأمر ربكم، وقال ربكم ها ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيش عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمر به ووعد بالاستجابة عليه، وتوعد على تركه، ولا توعد سبحانه وتعالى إلا على ترك واجب، لو كان شيء واجب ما كان توعدك على تركه، دعيت دعيت ما دعيتش خلاص انتهى ماشي. لا، هذا واجب. الحديث الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، في رواية من لم يدعو الله يغضب عليه. قالوا أي العلماء
لا يأتي الغضب إلا على ترك واجب. طالما يغضب على ترك الدعاء فلا شك أنه واجب. ولذلك قالوا ترك الدعاء معناه استغناء، أنا مش محتاج، كان يبخل رب الكريم، كان يقول ما منوش فايدة، ما أنا دعيت كثير والموضوع يعني ما فيش. وهذا من الخطورة فيما كان هذا يناقض معاني الإيمان، يناقض العقيدة الصحيحة، يناقض الأسماء والصفات، يناقض ما تدعيه من إيمان في هذا الباب. إذن لابد أن تعلم أن الدعاء واجب يلزمك. طيب، ضف إلى هذا المعنى العظيم أن الله تبارك وتعالى رغبنا معاشر المسلمين، اسمع ماذا قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه، إيه اللي بعدها؟ ويكشف السوء. يا أخي كأنها رسالة موجهة لك، موجهة لك، انتبه، ربك القدير القوي المتين العزيز الحكيم يقول لك: أما يجيب المضطر إذا دعاه. ألست في حالة اضطرار الآن؟ ألست تستشعر الخطورة الآن؟ ألست تستشعر أننا في موقف حرج الآن؟ أنت شخصيا لعلك تعاني من أمور كثيرة لا تبيح بها للآخرين، ألست في حالة اضطرار؟ ألسنا نشتكي من سوء الآن في أوساطنا، كأسر، كأرحام، كمجتمعات، كدولة، كدول، كأمة؟ عندنا سوء منتشر لا حد له إلا من رحم ربي. إذن هذا كله فيه ترغيب بعد الأمر تعالوا. رسول الله رغبنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اسمع عليكم، كلمة عليكم لما تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كأنها وصف عليك بكذا، عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ما تخافش، اطمئن، طالما أنت تؤدي ما أمرت به من الواجبات والحقوق، وأنت مرتبط بربك وقد ربطت هذا القلب بخالقه، وأنت على هذا السلاح، ثق أنك لن تهلك أبدا أبدا، لأن هذا حديث الصادق المصدوق عليه السلام. بل يوضح هذا في ترجمة لهذا الحديث في حديث آخر حسنه الشيخ الألباني: عليكم عباد الله بالدعاء، اسمعوا، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، يعني من القضاء والقدر، ماشي، اسمع، وإن البلاء لينزل بقدر الله بأمر الله فيقابله الدعاء، يعني من العبد، فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة. فسر ذلك بقوله في الحديث الحسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء. واحد يقول: الله، هو القضاء يرد؟ دي مسألة كده درستوها مع الشيخ أبو بكر، لكن خذ عندك وتأمل فيه، هذا معنى واضح جدا. قالوا: جرى القلم بما هو كان القيام الساعة من قبل أن يخلق خلقه 50,000 سنة، ومما جرى به القلم أنه قدر عليك ابتلاء في مال، في ولد، في عزيز لديك، في أمر من الأمور جرى به القلم، وكذا جرى القلم أنك ستدعو الله عز وجل بضوابط الدعاء فترد هذه الدعوات ذاك القضاء الذي كاد أن يسقط عليك. إذن لابد يكون عندك استشعار. نبينا يقول في الحديث مرغبا في الدعاء بعد أن علمنا أنه من الواجبات: إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى يستحي، ها، إذا رفع عليه العبد إيش؟ ياه، الله عز وجل بجلاله قدر يستحي حياء يليق بجلاله منك، إذا رفعت كف الذراع إليه لن يردهما صفرا خائبتين، مش ممكن يردك خائب أبدا. بس إمتى؟ لما تكون وفرت الأدب والشروط التي تتقن بها هذا السلاح العظيم. ولذلك أدخل على الموضوع ونتكلم في الموضوع، وانتبهوا، هذا أمر يخصنا جميعا. إذا أردنا الإصلاح والتغيير والمشاركة الإيجابية فهذا أمر لا يعجز عنه أحد، كبير والصغير، الرجال والنساء، الأصحاء والمبتلين بالأمراض، يعني في الليل، في النهار، في المواصلات، في الطريق، في السوق، في المدرسة، في الجامعة، في أي مكان تستعمل هذا السلاح. ولكن لك توجيهات تربوية متقنة من نبينا عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، بها ستكون أقرب يعني ما تكون إلى الاستجابة لهذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. أولا معنى أداب، هذه الأداب يعني منها المؤكد ومنها المستحب،
انتبهوا، إذا تركت شيئا منها قد أقول لا حرج، لكن المتقن اللي عزبه مية مية ما يسيبش ولا حاجة منه خالص خالص بالمرة، ماشي. أما الشروط فلا استجابة إلا بتوفرها وتحقيقها. ولنأخذ أولا الأداب. الأداب الأول أن تكون على طهارة. هو ما ينفعش من غير طهارة الدعاء؟ ينفع، بس أكمل أنت تكون على طهارة. ليه؟ قال لك لما تكون مقبل على الطهارة لتدعو الله عز وجل فيه تهيؤة للنفس، إعداد أنها مقبلة على عمل عظيم، على طاعة لها قيمة. اسمع، تكون على طهارة أن تستقبل القبلة. هو ما ينفعش إلا على القبلة؟ ينفع، لكن على القبلة أوقع، لأنه إعداد للنفس وتوجيه أنها مقبلة على عمل عظيم، على طاعة عظيمة. ثم ماذا؟ اسمع، ترفع كف الضراع، ترفع إيديك، سنة ثابتة، انتبه، ويكون حالك كانكسار وإعلان عن الفقر والتذلل له سبحانه وتعالى. ثم تبدأ بالحمد والثناء، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير لله عز وجل، لأن هذا من باب التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير والاعتراف أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنك تطلب منه وحده، لأنه هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم تصلي وتسلم على رسوله قبل أن تشرع في الدعاء. في هذا أثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دعوة، أي دعوة، محجوبة ما لم يصلي صاحبها ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتوقف كذا حتى تصلي وتسلم على رسوله عليه السلام، ثم تذكر المسألة وتكررها ثلاثا، تدعي في أي موضوع كرره مرة واثنين وثلاثة، إلحاح على ربك تبارك، يحب ذلك من عبد سبحانه وتعالى. ثم تثني بالحمد والثناء وتصلي وتسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب أورده ابن مسعود في وصفه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش يدعي يعني مثلا في مشكلة، في مصيبة، في مواجهة، في يعني مثلا موقف مع الكفار، في مقتلة حصلت لبعض القراء مثلا ويعلم الخبر، يطلب الوضوء، يتوضأ، قال ويستقبل القبلة ويرفع له كف، ثم يتوجه بالسلاح عليه الصلاة والسلام. هذه سنة، إن فعلت فهذا أكمل وأحسن لك. ثانيا من الأداب المهمة جدا اختيار الأوقات الفاضلة. هو الدعاء يعني كمان له وقت؟ لا، ينفع في أي وقت، ماشي يا عم، مش هنعترض عليك، لكن في أوقات فاضلة مميزة، أوقات تعرف تنشن فيها صح، تعرف تجيب هدفك صح، تعرف توصل لما تريد صح. من الذي قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، إذا كان ثلث الليل الآخر، اللي يحصل؟ ينزل تبارك وتعالى لسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. إيش يقول؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ إلى آخر الروايات في هذا الحديث. وقت مبارك جدا، الثلث كبير يعني، ما أوله ولا نصه ولا آخره. سئل عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أسمع؟ يعني يا رسول الله أي وقت الدعاء أسمع؟ يعني يتسمع فعلا، يعني يوصل صح، يعني هو ده وقته. قال إيه؟ جوف الليل الآخر، ارجع ورا شوية كده، قرب على الفجر. طيب فيش دليل تاني يوضح ده؟ في دليل بيخصص بقى، إذا كان الثلث فيه كذا ساعة، جوف الليل يعني ممكن يكون أكثر من ساعة، لا ده بيحصرك في آخر ساعة، اللي هي إيه؟ الحديث الصحيح: إن في الليل لساعة. إيش يقول الحديث؟ لا يوافقها عبد مسلم يدعو بأمري الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له، وذلك في كل ليلة. ياه، كم غطتنا في نوم عميق، وكم فرطنا في هذا الوقت العظيم. هل استيقظت في الثلث الأخير، في جوف الليل، في الساعة الأخيرة مخصوص عشان تدعي لمصر ربنا ينجيها ويسلمها ويعافيها ويجمع شملها ويوحد صفها؟ هل فعلت كده صح مخصوص؟ هل عملت كده مخصوص؟ صحيت عشان الموضوع ده؟ طب عندك مشكلة مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك بيؤذوك كده، هل صحيت بالليل كده وتفرغت للدعاء في هذا الوقت العظيم؟ طب هل دعوت في هذا الوقت عشان تكون من أهل
مرضاته والجنة. يا جماعة ده وقت شريف جدا عظيم جدا. ثانيا، من أشرف الأوقات التي ينبغي أن نلتفت لها لعظيم مكانتها عند الله عز وجل، وقت رفع الأذان. وكم أسأنا الأدب مع هذا الوقت العظيم، ساعة ما المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى لا إله إلا الله. الوقت ده يا جماعة احنا ما قدرناهوش أبدا، ما شفتش حد بيقدره فعلا إلا من رحم ربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث صحيح، إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. يا راجل بيقول لك إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، وانت قاعد تهزر، انت قاعد تلعب، وانت قاعد احيانا تكون بترتكب مخالفات وتبيع وتشتري. طيب يا اخي اغتنم الفرصه، ادينا دعوه، ربما دعوه منك تستجب تغير وجه الواقع وسير الاحداث وتغير ما نحن فيه. ممكن، ان الله على كل شيء قدير، لا تبخلوا الرب الكريم. دعوه ممكن تغير كل اللي انتم شايفينه ده فضل عز وجل. وقت عظيم جدا، مش كده وبس، الوقت بيمتد حتى إقامة الصلاة. في الحديث يقول إيه؟ انتبهوا، حديث رائع جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. 10 دقائق، ربع ساعة، الدعاء لا يرد، وانت عمال تحكي، وانت عمال تهزر، وانت عمال تضيع الوقت. يا راجل انت محتاج للدعاء، محتاج للأمر ده فعلا. انتبه للوقت العظيم. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أيضا من الآداب المهمة جدا اختيار الأحوال المميزة بالنص. هو مش قلت أوقات، هي الأحوال دي مش أوقات، لا، الأحوال دي ممكن تكون في الأوقات دي، ممكن تكون في غيرها، بنوسع لك الدائرة شوية، بس أحوال معينة مخصوصة لو ربنا أكرمك وكنت فيها اغتنمها صح. زي ايش يا اخواني؟ اول حال، حالك وانت في سجودك. ده ممكن يكون في اوقات الصلاه، ممكن يكون في غير اوقات الصلاه، ممكن يكون في الليل، ممكن يكون في النهار، صح ولا لا؟ ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون ايش العبد من ربه وهو ساجد. يعني اقرب محطه. افتح بقى الحوار بنفسك، عايز تقفل الخط براحتك، بإمكانك تفتح الخط، وخصوصا في النوافل والفرص التي أنت تعرفها. أيضا من الأحوال الجميلة جدا جدا اللي احنا بصددها اليومين دول حال نزول المطر. حال غريب يا جماعة، والناس ما تفكرش في الموضوع ده. انشروا هذه الأحاديث وعلموها للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان، حاجتين يعني، ثنتان لا تردان، ما يتردوش أبدا. ايش يا رسول الله؟ الدعاء تحت المطر وعند النداء. ساعة نزول مطر كده، مش ده الجو زي الزفت، اعوذ بالله من سخط الله، ده حاجة تقرف. تسمع كده من الناس؟ يا راجل استفيد من الوقت، المطر نازل الدعاء بيستجاب. ادعي لنفسك ولأولادك ولأسرتك والمصر اللي بتحبها والأمتك اللي انت منها، فرصة عظيمة قد لا تتكرر لك. مش كل شوية المطر بينزل، فرصة، فرصة. من الأحوال الجميلة جدا ونحن أيضا بصددها حال الفطر. نحن النهاردة لسه هو شغالين في شهر المحرم اللي هو من أفضل الصيام بعد رمضان. لما قال عليه السلام وسئل عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال: شهر الله المحرم، أفضل صيام في الشهر ده. عندك اثنينته، وعندك خميس، وعندك الأيام البيض، وأي يوم فيه صوم على قد ما تقدر. ليه؟ عشان تخش في حالة ما فيش زيها أبدا. اسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللصائم حين فطره دعوة لا ترد. الحديث ده في رمضان؟ في مكتوبة ولا في نافلة؟ لا، أي صيام، سواء نذر، كفارة، قضاء، فرض، نفل، أي صيام لك دعوة مستجابة عند فطرك. وفي رواية: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وفي رواية أخرى: حين فطره. والبعض يوسع لك ده وقت الصيام كله، بعد يقول لك لا ده وقت ساعة الإفطار على التمرة والرطب مثلا أو الماء. المهم لك دعوة لا ترد، لا ترد. فينك أنت؟ فينك أنت؟ هنبين وهنوضح الموضوع. في أحوال تانية جميلة جدا لو ربنا كرمك، لو أنت في عمرة
من أول الإحرام وأنت لابس حرامك على طول، ودعوتك مستجابة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، اللي هتدعي به هيديها لك ماشي، أثناء الطواف أثناء السعي مثلا، باقي المناسك أثناء الوقوف بعرفة وأداء باقي المناسك الأخرى هذه أوقات يعني مخصوصة تأتي في وقت مخصوص اغتنمها وأكثر فيها من الدعاء. الشاهد هذه أوقات وتلك أحوال، فاحرص على توفير هذا المعنى حتى تكون على مقربة من الاستجابة بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا، الشروط التي لا استجابة بدونها لازم توفرها عشان سلاحك يبقى ماضي وأكيد المفعول. أول شرط، لا يصح الدعاء بدونه، وهو الإخلاص. وحد الله، هو الدعاء يقول لازم إخلاص؟ آه طبعا، هو حد بيدعي غير الله سبحانه وتعالى أو لغير الله عز وجل؟ كتير واحد ممكن يتصنع الدعاء عشان ينال المدح والثناء، عشان يزكى يزوج ينصب يعطى المال مجملة إلى آخره. لا، احنا عايزين الدعاء يكون خالص لله تبارك وتعالى من منطلق إيمانك بأنه على كل شيء قدير. إيش الدليل؟ قال تعالى، إيش قال يا إخواني؟ ادعوا الله، ها، ادعوا الله مخلصين له الدين، يعني وأنت مخلص له في كل الدين عقيدة وشريعة، كذلك حينما تدعوه تكون على يقين وعلى عبودية تامة له سبحانه وتعالى، أن تكون مخلصا في دعائك وأنت تدعوه سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تكون موقنا أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، كن عندك يقين أن الله على كل شيء قدير، لا تبخل الرب الكريم، ربك عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. لازم يكون قلبك عنده يقين أن الله على كل شيء قدير، ما تقولش يعني أصل صعب أصل الموضوع كبير، لا 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 لا، لا تستصعب شيء على الله عز وجل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. إذا لابد يكون عندك يقين أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثالثا، قبل أن تسأل عن الاستجابة أسألك، إذا أردت أن يستجب لك فهل أنت مستجيب له أولا سبحانه وتعالى ولرسوله؟ إجاب دي لدي، لا ما دي بدي، لو ما فيش دي ما فيش دي، الجزاء من جنس العمل ماشي، وكما تدين تدان. إيش المعنى؟ قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إيش اللي بعدها؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال أهل العلم، أي أخبرهم عني، إذا سألوك عني أني أجيب دعوة الداعي منهم إذا دعاني، وعليه إذا أراد مني الاستجابة أن يستجيب هو لي أولا، فإذا استجاب لي استجبت أنا له، لأن الجزاء من جنس العمل. فأنا سألك سؤال، هل أنت مستجيب لله عز وجل ولرسوله الاستجابة الحقيقية ظاهرا وباطنا في كل الأحوال من التكليف وحتى الرحيل؟ هذا هو المعنى، إذا استجبت له استجب لك، أنت متمرد عليه، أنت متفلت من واجباتي وحقوقي التي ألزمك بها، أنت غير مكترث، أنت تابع لهواك أو لشهواتك أو لعاداتك وعرافك وتقاليدك وصحبتك، كيف هو يستجيب لك وأنت أثرت هذه الأشياء عليه؟ فاعلم لم يستجيب لك إيش؟ إنما يتبعون، فإن لم يستجيب لك فإنما إيش تقول الآية؟ فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم،
وإذا المتبع لهواه لا استجابة له ولا ينظر له. إذا فتش في نفسك، هل أنت مستجيب؟ يعني إيش مستجيب؟ يعني تؤدي الواجبات والحقوق في أوقاتها كما أريد لها. في هذه الحالة إذا دعوت استجاب لك سبحانه وتعالى. يبقى الشرط الأول إيش؟ الإخلاص، ها، اليقين، الاستجابة. رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله إيش قبل جاب؟ ده معنى رائع جدا. يعني إيش؟ يعني حتى استجب لك لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع نفسك، مع أسرتك، مع أرحامك، مع جيرانك، مع زملائك، في كل مكان حللت فيه تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر أيضا بالمعروف. طيب الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مهم جدا يا إخواني، هذا معنى يعني تربوي راقي جدا. ليش جعل هذا شرطا؟ قبل أن أذكر الدليل، قال لك لأن الأمر معروف عن المنكر يقلل المنكرات والشرور والمفاسد التي تتسبب في السخط وفي الغضب وفي تسليط الأعداء وفي الأمراض وفي الأسقام، وبالتالي في السقوط والفشل والهزيمة والعياذ بالله تعالى. لذلك أمره بالمعروف عن المنكر حتى تطهر المجتمع مما علق به مما ليس فيه، حتى يكون مجتمع سوي منضبط مستقيم إذا دعا استجيب له. الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. يا ده كلام واضح. في رواية تانية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. في ناس طيبين كثير بيدعوا بس ما فيش استجابة، انهم تركوا الأمر معروف عن المنكر فاختلط العابل بالنابل وكثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا لو في أمر معروف عن المنكر وأدى كل منا دوره في محيطه بضوابطه وأدابه وشروطه لتغيرت الصورة ولا قل الشر والفساد. لكن لما تركنا هذا المعنى أن يستجاب لنا. أيضا من الشروط المهمة جدا أن تأكل الحلال، أن تلبس من الحلال، أن تشرب من الحلال، أن تسكن في الحلال، أن تتعامل بالحلال، أن تتحلل من الحرام بصوره وأنواعه، وإلا فلا استجابة لك. جاء خال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ سعد بن أبي وقاص، وقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، والذي نفسي بيده إن الرجل وكذلك المرأة. إيش يا إخواني يصنع؟ لا يقذف اللقمة الحرام في فيه لقمة واحدة بس، لا يقبل له عمل 40 يوما. في رواية لا يقول له دعاء 40 يوما بلقمة واحدة. فما بالكم بالذي يأكل في الليل وفي النهار ويلبس في جميع الأوقات ويسكن ويتعامل بالربا، سواء قروض ربوية، بيوع محرمة، سواء نصب، سرقة، رشوة، غش إلى آخره، هذا كله لا استجابة معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، إن الرجل، حديث صحيح، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وغزي بالحرام، أن يستجاب له؟ مش ممكن. إزاي مش ممكن؟ كيف يستجاب له وهو على هذه الحالة؟ شوف هذا الأثر العجيب جدا. مر موسى عليه السلام بعابد من عباد بني إسرائيل. يعني إيش عابد يا أخوان؟ يعني منقطع في صومعة، صيام وقيام وعبودية لله عز وجل، زهد في الدنيا. فكل ما سيدنا موسى يعد عليه يجده يدعو الله عز وجل ويبكي ويتذلل وبيطلب حاجة في نظر سيدنا موسى حاجة بسيطة يعني سهلة. عدى اليوم الأولاني رجل بيبكي بكاء شديد جدا، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، مش عارف المدة ما ذكرتش في الأثر. ففي الآخر صعب على سيدنا موسى هذا الرجل، عمل إيه؟ راح فتح الخط المباشر مع ربنا على طول، كليم الرحمن، وقال: يا رب
لما لا تستجيب لهذا العبد وأنت على كل شيء قدير؟ وبعدين ده يعني إيه بالبلد كده بيطلب حاجة بسيطة سهلة جدا. فقال يا موسى وعزتي وجلالي لن أستجيب له ولو تفتت كبده من البكاء. فسيدنا موسى على طول توقف، لما يا رب؟ عامل إيه؟ في إيه؟ إيه الموضوع؟ فقال يا موسى كيف أستجيب له وفي بطنه حرام وعلى ظهري حرام وفي بيتي حرام؟ أن يستجاب له؟ مش ممكن أبدا. فيا جماعة لابد الإنسان إذا أراد أن يكون صاحب يعني إتقان لهذا السلاح على مقربة من الاستجابة أن يتحرى الحلال في كل شيء، وليعلم جيدا أن ما قدر له سيكون، إن طلبه من الحلال هو لكن تطرح له فيه البركة وعليه الأجر والثواب، وإن طلبه من حرام هو لكن تنزع منه البركة ويبقى عليه الوزر والعقاب والعياذ بالله تعالى. إيش الدليل؟ الحديث لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، مش حتموت إلا ما تأخذ آخر من اللي متكتب لك، ماشي؟ لأن القلم جرى لك بذلك. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله، خافوا الله، واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ابعدوا عن الحرام وبرضو رزقكم مضمون والعضل تكفل به، فعليك أن تطمئن. أيضا من الشروط المهمة جدا 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 حتى تقترب من استجابة الدعاء ألا يكون في دعوتك إثم ولا قطيعة رحم. يعني ما تنفعش أن تدعي ربنا زي بقول بعض المجرمين وراح يسرق، رب استرها رب، تدعي بتعمل إيه؟ بتقول إيه؟ راح يسرق يأذي خط الله عز وجل ويدعي ربنا، ربنا يستر عليه. ولا زي اللي بيعمل محرم وبيدعي ربنا، ربنا يسهل، ولا يقول يا رب فرج عليه عشان أضبط الليلة دي وأسهر وأعمل وأخلي، هذا إثم، إثم يعني من العيب أن تتكلم فيه أصلا. فضل أن تسأل الله عز وجل أن يسر لك الباطل والمحرم، ده قلة أدب مع ربنا، ده قلة حياء، وبرضه قطيعة الرحم. إزاي تدعو على أبوك ولا على أمك ولا على زوجتك ولا على أولادك؟ ما ينفعش، ما ينفعش، هذا قطيع على الرحم. امسك نفسك، امسك نفسك، هذا فيه خطورة كبيرة جدا. ايش الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، ما من مسلم، وكذا مسلمة، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو الشرط ولا قطيعة رحم الموضوع إلا كان له بها واحدة من ثلاث. لو دعيت بدعوة ما فيش إثم ولا قطيعة رحم لازم تأخذ حاجة من ثلاثة. إيه الثلاثة دول؟ عشان تتعلم بس المعنى اللي جاي، الشرط اللي بعد ده. أول حاجة إما أن يعجل لك في الدنيا على طول، قادر ولا مش قادر؟ قادر، والدعوة ممكن في ساعتها تستجب، وهذا حاصل في حياة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وإلى الآن. لعلكم تطالعون وتسمعون أن أناس دعوا واستجيبت لهم الدعوات، وهذا كثير، إن الله على كل شيء قدير. أو يرفع بها عنك سوءا كاد يسقط عليك، أرفع عنك من السوء مثلها، يعني في قدر قدر لك فالله عز وجل اختار لك بدل أن يلبي لك هذه الدعوة التي دعوت أنت في موضوع تاني خالص أن يرفع بها هذا البلاء، لأنه قد يكون شديد الوقع عليك، قد تفتن، قد تتسخط، قد تعترض، فرفع عنك هذا البلاء وهذا اختياره لك، إذا ترضى وتسلم. التالتة بقى أو يدخرها لك، يعني في الآخرة وأنت إليها أحوج. أنت عملت تدعي هنا في موضوع همك وتعبك وحزين، أنت الله عز وجل رأى اختار لك، انتبه، اختار لك أن يدخل لك الدعوة في الآخرة فأنت إليها أحوج هناك، أما الدنيا فستمر مرحلة وستنقضي، فاختار لك أن يدخل لك الدعوة في الآخرة وستعرف قدر هذا المعنى العظيم. إذن أنت تدعو فقط، أما الاختيار لمن بين الثلاث؟ لله عز وجل. الشرط سابع ولا السادس؟ سابع، ألا تستعجل. عيب اوعك تستعجل، تقول يا عمي ده احنا دعينا كتير وما فيش حاجة، ده انا ما بطلتش دعاء وما فيش استجابة، لا كده مش هيستجيب لك ابدا اصلا، طالما تفكر بالطريقة دي مش ممكن يستجيب لك ابدا. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ربنا هيستجيب لك، يعني اختار لك واحدة من ثلاثة
طالما ما استعجلتش، انت هتعدل على ربنا؟ انت هتتقدم بين يديه؟ لا، انت تدعي بس، والاختيار لمن له هو، وليكن عندك يقين ورضا بما سيقدره لك سبحانه وتعالى. هذا اكمل المعاني واسماها. اذا ما كان عندنا يقين في اختياره لنا انه هو الاحسن والانفع لنا في الدنيا والاخره. فهذا معنى مهم، لاننا يا اخواني نرى كثير من الناس يقول دعوت فلم يستجب لي. ده احنا طول عمرنا بندعي، ده احنا ما بطلناش دعاء، يعني خلاص نقفل الباب ده ونبطل العبوديه دي ونسيب الواجب ده. لا، ده فهم غير مقبول. اذا تدعو، واما الاستجابه فكن على يقين ان لك واحده، اما ان يعجل، اما ان يدخر، اما ان يرفع بها من السوء مثلها، او يدخر لك في وقت انت اليها احوج، انت اليها احوج. بعض العلماء يقول يعني يضاف الى هذه الشروط، وان كان في الترتيب هذا نظر، ان تكون حالتك عند الدعاء كحالة المضطر الذي فقد كل الاسباب الدنيويه بعد ان بذلها، وليس له الا الله تبارك وتعالى. دعاء مثلا في البحر ده خلاص عين الغرق، ولا لك كيف يدعو يا جماعه؟ يدعو من قلبه فعلا، يدعو بمجموع يعني ما فيه من ظاهر وباطن، يعني جمع كليته على الله تبارك وتعالى. يقول لك يا ريت وانت بتدعي يكون عندك قدر من التذلل والانكسار، وكدعوة المضطر اللي ما فيش ولا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا أجمع لقلبه ولنفسه وإحياء لأمله ورجائه في الله تبارك وتعالى. هذا معنى مهم جدا، ولذلك قربوها من إيش؟ من قوله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي دعاء المستغيث اللي عاين يعني خلاص. ولذلك الصديق قال له ايه؟ الصديق بكى على حالته من كثره تضرعه وبكاءه طول الليل وقاعد في العريش يدعي. تخيل، صلي شوي ويدعي شوي ويدعي بدعاء بطريقه عجيبه جدا، فبكى لحاله ورق، وقال: كفاك مناشدتك لربك، ان الله منجز لك ما وعدك. ربنا مش هيخيبك ابدا، كفايه لغايه من كثر الدعاء والتذلل كده ورفع الاكف سقط الرداء، سقط الرداء من على ظهره عليه الصلاه والسلام. فالعلماء يقول لك يعني يا ريت وانت بتدعي وفر الموضوع، وحلاوتها لو كنت يعني في خلوه والناس نيام مثلا ومع نفسك. المعاني دي معاني مهمه جدا جدا، لان الله عز وجل يحب الالحاح من عبده، ويعني وكانها عبوديه خاصه، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، فلولا تضرعوا. فهذا التضرع من المعاني التي تعبر عن الانكسار والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، والتي تقرب من الوصول الى الاستجابه باذن الله تبارك وتعالى. لا شك يا اخواني توجد يعني معاني اخرى تضاف لهذا السلاح، لكن اردنا ان نجمع المهم من الاداب ومن الشروط حتى تكون مقويه لنا ومقربه لنا من الاستجابه. مره اخرى اقول فقط الشروط حتى لا تنسوها: الاخلاص، اليقين، الاستجابة له ولرسوله، الحلال في كل شيء، أمر معروف ونهي عن منكر، ألا يكون في إثم ولا قطيعة رحم، ألا نستعجل، أن نحاول أن نكون على حالة المضطر والمستغيث والمستجير بربه سبحانه وتعالى، فهذا أوقع للاستجابة. مرة أخرى أختم الكلام: ما أحوجنا إلى الإعلان عن فقرنا وعن حاجتنا لمدده وعونه سبحانه وتعالى، فهذا من أجمل المعاني التي نحقق بها العبودية، ولا تمكين إلا من خلال العبودية كما قلنا في المقدمة. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه. اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا.
اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا وحد صفنا، اللهم اجمع شملنا وحد صفنا، اللهم اجمع شملنا وحد صفنا، واهدنا لأرشد أمرنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ شريف الحواري على هذه الكلمات النيرات، والتي أبان فيها أن من يستهين بأمر الدعاء فهو إما جاهل بأمر الدعاء أو جاهل بربه تبارك وتعالى، فإن الدعاء يقيم ممالك ويهدي ممالك، ولكن شرط فيه كما سمعنا من الشروط، وأهمها أن يكون القلب موقنا بإجابة ربه تبارك وتعالى، عالما بربه، عالما بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. جزاكم الله خيرا، نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.